الظرف الدولي ما كان ملائم، ولحتى نخليك تكسب الحرب لازم نخسرك جولة. جولة؟ أنا صفيت برا بلدي وصفيت برا منصبي. القيادات اللي كانت تأيدني انقتلوا واحد واحد. بتقلي جولة؟ أنا انتهيت تماما. بيتهيأ لك بلحظة شعورك هذا رح ينقلب لمنتصر. وكيف بوسى؟ لازم توثق. مسألة تغيير فرات ضرورة دولية. الظرف الحالي ما كان مهيأ لأنه فرات عمل تحالفات مع إسرائيل، وهذا شيء ما كنا متوقعينه. نحن استشرنا الإسرائيليين بموضوع فرات وكان لهم رأي مناقض للي صار. كيف هيك؟ فرات قدم تنازلات ما ممكن وطن يقبلها، خاصة أنه كان مصدع روسنا بمسألة السيادة وسواها، ولأنه الإسرائيليين بتهمهم مصلحتهم الفردية كدولة غيروا سياستهم وتحالفوا معه. يعني إسرائيل أقوى منكم؟ لا مو هيك، إسرائيل علاقاتها كتير قوية حتى عنا، وليكون المخطط ناجح 100% موافقتها ضرورية. بس أنا صفيت برا. برجع بقلك لوقت كتير قصير. انت هون محمي بكتلة مالية كبيرة، والحكومة رح تقدم كل التسهيلات لتبدأ تبني امبراطوريتك الاقتصادية المهولة. ومعلومك الاقتصاديين الكبار هن اللي بيرسموا سياسات الدول. إضافة رح نفرض على فرات أسماء ضباط انت بتوثق فيهم ليكونوا بالمراكز الحساسة، وباللحظة اللي رح ترجع فيها رح يكون كل شيء مرتب وتحت تصرفك. ما بظن يجي ظرف أنسب من اللي كان. يا سعادة السفير، أنا بعرف إني كنت ماسك عصب القوة بالبلد، بس الصراع بيني وبين فرات ما كان صراع أخوي على السلطة وبس، وأنتو بتعرفوا هاد الشي منيح. المسألة أكبر من هيك. أنتو أوهمتوني إنه بدكن البلد تندار بطريقة تانية لتناسب المرحلة، وأنا صدقت. واضح إنه كله خداع وإنه بدكم فرات وبس. بأكد لك إنه على أهون سبب رح ترجع أقوى من الأول. نظام فرات مو بحاجة ظروف مناسبة، أسباب انهياره جزء من تكوينه. أسمانها؟ لأنه كان عنده شي يبيعه، بس بعد شوي وقت بتنفضح الصفقة ما رح يكون في عنده شي يفاوض عليه. يعني رح تفضحوا كل شي وبالوقت المناسب ليكون التغيير حتمي.